مرحبا. تخيل انك تسمع الالوان، تشم ريحه الموسيقى، او تشوف ريحه عطرك المفضل بلون او شكل معين. غريبه صح؟ ركزوا معي، هالجمل مش مكتوبه غلط. في ناس بالفعل عندها القدره على استخدام حواسهم بطريقه مختلفه عن غيرهم. عم احكي لكم تحديدا عما يعرف بالحس المرافق، حاله او قدره عصبيه بتسبب اشتراك المعلومات من حواس مختلفه، يعني ورود معلومات مثل الرائحة اللي المفروض إنها تحفز حاسة الشم، الحس المرافق بيخليها تحفز حواس أخرى مثل التذوق أو البصر. قديش نادرة هالحالة؟ أكثر شيوعاً مما تتخيل. ظاهرة الحس المرافق أو السينستيجيا موجودة لدى كل فرد بطريقة مختلفة. ممكن الشخص يكون طعم أو لون أو رائحة للألم، وحدة تاني ممكن يربط أيام الأسبوع بأشكال هندسية. هالظاهرة حيرت علماء الأعصاب وأثارت اهتمامهم، لأن دراستها والتعمق فيها بيعطي معلومات جديدة عن قدرة وأداء الدماغ عند البشر، ومنها كيفية معالجة المعلومات. دراسات كتيرة أكدت أنه هالظاهرة العصبية سببها بيولوجي، وبتتكون عند الشخص بشكل تلقائي بلا ما يقصد أنه يكتسبها، ومعروف عنها أنها متوارثة. هالشي بيرجح أنه يكون سببها جيني، حتى أنه العلماء قدروا يتوصلوا لتحديد الجينات المسؤولة عن هالظاهرة عند البشر، ولو أنهم لسه ما عرفوا كيف بتشتغل تحديداً. بس الأكيد أنه الحس المرافق بيختلف عن الهلوسة أو ظواهر عصبية تانية. بحسب العلماء 4% من الناس هم من أصحاب الحس المرافق بتعريفه الكامل، ونحو 30% بيمتلكوا هالحالة بنسب متفاوتة حتى لو أنهم مش مدركين لهالشي. عند هؤلاء بتختلف طريقة عمل الدماغ بشكل عام، ومش بس بالأمور اللي بتتعلق بالحس المرافق، يعني طريقة فهمهم للعالم ومعالجتهم للمعلومات مختلفة عن باقي البشر. من بين أكثر أشكال الحس المرافق شيوعاً هو ربط الأرقام والأحرف بألوان محددة، وعند كثير من أصحاب الحس الإدراكي الكلمات لها نكهات مختلفة. أما بالنسبة للموسيقى فعادة بتكون تجربة بصرية وتفاعلية، حتى أنها ممكن تكون ثلاثية الأبعاد ومتحركة. عدد لا بأس فيه من المشاهير والفنانين العالميين هم من أصحاب الحس المرافق، من بينهم ليدي غاغا اللي حكت بعدة مناسبات عن حالة الحس المرافق اللي عندها. ليدي غاغا عندها القدرة على رؤية الألوان بس تسمع الموسيقى، وبالنسبة لها هالشي جداً طبيعي، وبتقول أنه أثر بشكل كبير على مسيرتها الإبداعية. المغنية لورد بتستعمل الحس المرافق بشكل مباشر في كتابة وتلحين أغانيها، وبتقول إنها بتشوف ألوان مختلفة في مفاتيح البيانو، وبتنتقل بينهم ليطلع لها لون بيناسب ذوقها بهداك الوقت، وبتبني على هاللون أو النوتة الموسيقية باقي اللحن. طبعاً الموضوع مش بس بالموسيقى، الكاتبة إليف شفق سبق وصرحت إنها بتشعر بطعم الكلمات أحياناً، يعني هي كمان من أصحاب الحس المرافق. العلماء بيرجحوا إنه هالظاهرة أكثر شيوعاً مما هو معروف، بس قلة الحديث عن هالموضوع أو الشعور بالغرابة أو يمكن الخجل من هالاختلاف بيخلي أصحاب الحس المرافق يسكروا على الموضوع. لهيك سؤالي لكم اليوم، هل أنت من أصحاب الحس المرافق أو بتعرف حدا بيمتلك هالقدرة؟ شاركوني آرائكم ومقترحاتكم على هاشتاج MBC في أسبوع، وبشوفكم الأسبوع المقبل بإجابات جديدة.